يعتبر موسم صيف عسير 2024 فرصة استثنائية للهروب من حرارة الصيف الحارقة والاستمتاع ببرودة الجو في أحضان الطبيعة الخلابة. رح ننتقل لزميلنا محمد الأحمر المتواجد في حديقة أبو خيال لنتعرف أكثر على تفاصيل الفعاليات هناك. محمد مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ الله يمسيك بالخير محمد، مساء الخير لكل متابعين قناة السعودية. نعم يا محمد، مع جمال الأجواء في منطقة عسير وأيضا مع موسم صيف عسير 2024، هذا الموسم واللي يشهد خلال هذه الأيام حضور كبير وأيضا تفاعل مع العديد من البرامج والفعاليات اللي تقدم، بالإضافة إلى الخيارات المتنوعة للزائر بداية من المناطق الطبيعية وأيضا السياحية بشكل عام والتراثية والأثرية. مشاهدينا الكرام، من منتزه أبو خيال نتواجد الآن، درجة الحرارة هي 24 درجة مئوية في مدينة أبها. الزائر الكريم يستمتع بالعديد من الوجهات السياحية ومن ضمنها هذا الموقع السياحي المميز والجميل واللي يعتبر واحد من أهم الوجهات السياحية في منطقة عسير وفي مدينة أبها، كون أن هذا المنتزه يقع على الحزام الدائري، بالإضافة إلى الخدمات اللي تقدم في هذا المكان بجوار أيضا المدينة العالية. حابين نتكلم عن هذا الموقع بالإضافة إلى العديد من الوجهات السياحية الجميلة في مدينة أبها، ويسعدنا نرحب بالأستاذ عبد الله بن أحمد مرشد سياحي في منطقة عسير. نقول لك مرحبا ألف أستاذ عبد الله، وسعيدين بتواجدك معنا. الله يبقيك. مرحبا ألف بك أخ محمد، الزملاء في الاستديو، السادة المشاهدين. أول شيء مرحبا ألف في عسير. احنا الآن في منتزه أبو خيال، أحد أهم الوجهات السياحية في المنطقة، ذو الإطلالة البانورامية على مدينة أبها. طبعا احنا الآن بدأنا فعليا في موسم صيف عسير 2024. أخ محمد زي ما تشوف الآن الإطلالة على الأشجار والطبيعة اللي موجودة في هذا المنتزه، كذلك المطاعم والكافيهات الألعاب. فيعتبر منتزه أبو خيال من أهم الوجهات السياحية، أولا لموقعه، يعني يقع وسط جبل ذرة والمدينة العالية، فيعتبر من أهم الوجهات اللي سابقا وإلى الآن أغلب الزوار يرغبون في هذا المنتزه. جميل، خلني أتكلم عن الوجهات السياحية أستاذ عبد الله في مدينة أبها على وجه الخصوص. يعني ما شاء الله، منطقة عسير بتنوعها التضاريسي والمناخي بمحافظاتها بطبيعة هذه المنطقة، خلنا نخصص هذا النقل لمدينة أبها على وجه الخصوص، عندنا العديد من المواقع المميزة والجميلة لو تكلمنا عنها. صحيح، طبعا مدينة أبها تعتبر عاصمة عسير، تتميز أبها بكثرة المواقع سواء سياحية تراثية تاريخية. فمن ضمن الفعاليات اللي في صيف عسير 2024 اللي هي البسطة بحلتها الجديدة، البسطة التراثية الحديثة، كذلك حديقة المطار، كذلك إذا توجهنا على بني مازن منتزه الريف، كذلك قلاع طبب التاريخية اللي أصبحت الآن وجهة سياحية لتنوع الحداثة مع القدامة فيها. الآن بتشوف فيها براندات على مستوى عالي. فإحنا نحرص كمرشدين سياحيين أنه نظهر للسياح سواء في تغطياتنا أو في جولاتنا السياحية، ننوع الجدول السياحي للسائح ما بين تراثي وسياحي وتاريخي، وهذا اللي تتميز فيه منطقة عسير. كذلك الجو، يعني أنت الآن اللهم لك الحمد درجة الحرارة تقريبا 24، بعض المدن الآن واصلين إلى 50 درجة. فعسير الآن وجهة سياحية عالمية والمستهدف أنها تكون طوال العام. جميل، الآن المشاهد الكريم يتابع هذه اللقطات الجميلة على حديقة أبو خيال. هذه هي الصورة الآن على الهواء مباشرة لهذه الحديقة اللي تضم عدد كبير من الأشجار الجميلة والمعمرة في منطقة عسير، بالإضافة إلى هذا الموقع المميز. الزائر الآن لهذا المكان يستمتع بهذه الإطلالة على الجبل الأخضر وجبل ذرة، ويشاهد هذه اللقطة البانورامية كما تشاهد
يشاهدونها الآن على الهواء مباشرة. أستاذ عبد الله، سؤالي الأخير، خلني أتكلم معك عن المواقع التراثية والأثرية والتاريخية، دائما لها نصيب كبير للزائر. بالتأكيد المواقع السياحية بشكل عام التراثية أو التاريخية هي المستهدف الأكثر للسائح، يعني خاصة السائح الأجنبي، لأنه حاب يشوف ثقافة البلد، يشوف المواقع التاريخية والتراثية. الجميل في عسير أنه شبابنا أبدعوا في هذه المواقع، أصبحت مواقع حديثة قديمة، تلقى فيها البراندات، تلقى فيها الفعاليات مثل البسطة والمواقع اللي ذكرنا. جميل، احنا حقيقة نشكرك وسعدنا بتواجدك معنا أستاذ عبد الله، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك. سعيد جدا، شكرا لك أخي. الله يحفظك. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما تشاهدون هذه اللقطات لمدينة أبها وسط هذه الأجواء الجميلة وطبيعة منطقة عسير بشكل عام، نتحدث على عدد كبير من الوجهات السياحية الجاذبة للزوار واللي تشهد حركة كبيرة في هذا التوقيت، خصوصا في هذه المنطقة اللي احنا نتواجد فيها الآن، كون انها يعني منطقة حيوية وتكثر فيها الحركة على الحزام الدائري في مدينة أبها. الأجواء جميلة جدا، الزائر يستمتع بالعديد من الوجهات في موسم صيف عسير 2024. صيف في عسير، تراها تهون. الصوت والصورة لك زميل محمد، تفضل. شكراً.